طيب. الله يهديك مبطنة. طيب صباح الخير فؤاد، أعطوني فؤاد. صباح النور فؤاد. صباح الخير. صباح النور ومرحبا ومساء الأهلين. هلا والله فؤاد، أنت عندك وجهات نظر أنت أطلقتها مع العلياني، صحيح الكلام ذا؟ نعم. يا سلام. طيب هذه تنم عن ثقة ولا عن وجهة نظر حقيقية أنت شايفها في المنتجع؟ والله يشوف القائد الحقيقي الصدق، يعني على ما قلت انا بعد ادري انه سالم بن معدي. يا غالي ايش فيك تلعثمت؟ هد اهدى من كذا، عندك مويه اشرب مويه، هد بس. طيب أنت خلاص أنت قلت هذه حقيقه او وجهه نظر؟ طيب حقيقه. حد ان سالم معدي او الصلب هم القاده الحقيقيين. نعم. طيب مبارك ليش مو بقائد؟ مبارك ما جاء قائد، جاء يتصدر مشاهد. الله عليك يا اخي والله العظيم انا طالبكم تصفقون. مبارك انا طالبكم تصفقون يا اخوي. عليك الله متصفقون. انا والله صراحه ما راح اصفق. القائد القائد لا يتصدر مشاهد. نعم. القائد يقوم مع الكل. نعم. لا ما ياخذ هو يتصدر في كل مشهد، لازم اكون انا فيه. نعم. القائد يقف مع كل الناس. طيب. تحت البث فوق البث. ما يجي فوق. على مبارك كيف الحال؟ طيبين انقذوني. طيب يا فؤاد، سالم تصدر الى الحين، تصدر من مراجل واحد. سالم معدي؟ اي نعم. لكن سالم نعرفه تحت البث. ايش؟ سالم نعرف مواقفه تحت البث وفوق البث. يعني يحق لي تصدر؟ انتهت الفكره النبيله. اللي يتصدر نعرفه. يعني سالم تصدر بس ان سالم كفو ويستاهل تحت البث وفوق البث. لا سالم لا يتصدر، سالم يفعلها من طيب راسه، ولكن في ناس يسوون تصدر مشاهد. ابو حمود الرجال يقول سالم يسويها من طيب راسه. ايش معنى الكلام؟ ايش معنى؟ اي نعم انا بقولك ذي الامانه يا ابو فرح، انا اتفق مع فؤاد لسببين. السبب الاول ان مبارك الصخيل يدعم التحزبات، وليس يدعم التحزبات السلبيه. مبارك الصخيل عندما تحصل مشكله على فؤاد عبد، شفتوا عندما تحصل مع فؤاد عبد الله ما يجي، لكن عندما تحصل على فريق معين ياتي ويتحامدونه. نعم. واحد. اثنين، سالم بن معدي عندما يقف للجميع، عندما يطالب للجميع، كلهم عنده على مرأة واحد. الصلب يتدخل عندما ييأس الجميع. الدليل عبد الله بن سعيد وفؤاد حصل بينهم موقف من الاخوان اللي حلها من يا فؤاد؟ من اللي حله؟ بيني وبين من؟ اللي بينك وبين عبد الله سعيد. بيني وبين ريان. عبد الله سعيد وبين ريان. اللي حلها الصلف. الصلف المري الله. حلها الصلف. الصلف يتدخل احيانا فوق الهواء وتحت الهواء ولا يتصدر. نعم. سالم بن معدي يتكلم من زمان باسم الجميع بحكم انه مفوه وبحكم انهم كلهم يحبونه ووافقوا عليه. نعم. مبارك الصخيل يجي يقول انا القائد بالقوه. أبو ويدعم له. يا اخي يستاهل مبارك انه يكون قائد، ولكن قائد يسعى. لا القائد يسعى لمصلحة الجميع ليس لنفسه، يتصدر المشاهد لوحده. لماذا يا مبارك الصخيل؟ شفت لماذا يا مبارك الصخيل؟ انت رجال تعرف مصلحة اخوياك وتعرف مصلحتك يا مبارك الصخيل. اين انت يا مبارك الصخيل؟ خلاص دقيقة. الصرف باقي يسوي كرك. اي بالله يسوي كرك. بالله خليه يسوي لك. لا اذا بنشوف يا اخواني الصلف ما نبي الكرك الان، تدري ليش؟ عشان ما يقول اعطوه القياده عشان الكرك. لا يا حبيبي ابو عزي ذكي ترى. لا بالله نبغى كرك يا الصلف. الصلف مجهز لك المصر. الرجال يقول قائد وقاده. نروح نعطي قائد. تبون تصدقون صدق عشان تدرون القائد صدق وفيهم؟ والله انه يسوي كرك للصغير والكبير، والله انه خدوم لهم كلهم، والله انه ينفعهم كلهم، هو سالم، اقسم بالله انه تحت الهوى وانه يتاكد من سلاماتهم كلهم. طيب يا قبل ما يصير عدل والله العظيم اني اشهد معك. انا حسن الجمهور يشهد والناس تشهد. نعم هذول هم القاده، هذول هم قاده النسخ. تعلمون ما بينهم تحت الهوى؟ ما انا الظاهر صحيح. نعم. لا نعم. انت تقول الصلف انه سالم معدي وكذا وكذا. نعم. وكذا. طيب يا اخي وقفات مبارك نمسحها نقول لا ما وقفت بس يتصدر يضيع الان يتصدر المشاهد. اصبر يا فؤاد. لحظه يا اخي. الان الخميس الماضي حينما اتى مها وخسر وقال ما اللي وقف وقال لا يا مها بدونك؟ مبارك الصخير. طيب ما اللي عوقب من قبل مها؟ سؤال. ما اللي عوقب مبارك الصخير؟ ما اللي تم ايقافه من البث
في الكبش الروم تقول كره عود بالله خلاص صلعت السخيل ما اللي وقف العلياني وقال اخصم علي يا دليل بارد السخيل قائد فاشل لا يا جماعة أنت يعني تأخذ بما يملى عليك تدري ليه يملى علي لأن القوة لا تضرب بقوة هو لا أنت تأخذ من أقوى مبارك ولا فؤاد يعني هل تتوقع أنه راضي مبارك وزعلان على الصلف هل يرضى الشيء لا لا أنا أقول الحقيقة يا محمد المناحي دقيقة أنت قلت شيء هذه فزعة تصميم أنت من قالها أنت أنا نعم إذا مبارك تسويها مبارك يبغى تصميم لا بس طيب لا طيب صفات القائد يا جماعة أبو مناحي قال هذا درع النسخة علمك صفات القائد يا أبو بس بقول لك أبو مناحي قال هذا درع النسخة أوكي في صفات قيادة أنتم سوى الصفات هذه وقال وطلع قلت ويتصدر طيب يا جماعة صفات القائد وش تدري القيادة عندهم مبنية على إيش؟ على إيش؟ فؤاد هذا أنت قائد من اليوم الأحد إلى السبت الجاي لا 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 ماني بقائد ولا لا لا في صفات عند أبو عزيز عشان أضحك ذا الحين ومدح سالم معدي ومدح الصلف والصلف يجيب لنا كرك خله قائد لا 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 هذه حبيبي انا ما جيت اسال القياده انا في رجل كفل قدامي ما عنده دقيقه يا فؤاد انا عندهم صفات صلى الله رسول يعني طيب. قياده الشخص عندهم إيه؟ على معايير معينه ويعني وفي على صفات تقدير معينه على تقديري انا احبك وقدرك وعنده يعني اشياء ما هي عند غيره يا اخوان لا ما هي عنده انا بعلمكم شيء الحين انا رضيت عليك ابو يا ابو عنزي القائد بين اللي يكون قائد يا ابو عنزي دقيقة فاد عشان ما فيت صوت كنت عيب خل الناس تسمع يا أخي أبو فرح مهم منطق أبو فرح جالس يومين يجيب لي قهوة زبطني إيه يجيب لي قهوة يمدحني يعطيني محاور يصبح علي بالخير أول شيء أقول والله العظيم إن أبو فرح إنه فعلا هو القائد الحقيقي طيب. أنت لست القائد الحقيقي طيب جابوا مناحي بعده بأسبوع جلس أبو مناحي مدح فيني النجم أنت يا نايف الأكلوبي والله العظيم إنك الناقد الصح وإنك صوت الحق والله العظيم إنك أفضل ناقد فينا كلنا إنها أنت نايف الأكلوبي أقول والله العظيم إنك القائد الحقيقي والله إنك قائد النقد اللي مدري لا صالح ولا صليت عهد الرسول هذه معايير الشباب صليت عهد الرسول أمرين الأمر الأول كلم العاقل بما لا يعقل فإذا صدق فالعقل له واحد اثنين ثلاثة أربعة حنا خلنا نقول احنا ما قلنا الصدق طيب يعني كل من خلف هذه الشاشه كل من خلف هذه الشاشه ويتابع هذه النسخه ما يصدقون ان مبارك ما يعرف القياده القياده هي ان تعطي كل واحد مكانا يليق به ابو حمود المتابع عايم فيهم يضحك المتابع عايم فيهم يضحك من تصرفاتهم والله من جد والله العظيم من جدك انا بقول كلمه يا اخي المتابع ذكي يا اخي المتابع ما هو بغبي المتابع من نظراته المتسابق يعرف هل هو متصنع طيب هل هو صادق هل يخفي شيء في داخله نسمع من فؤاد هل عنده خلصته اقول كلمه وبروح لحظه حط طلع المايك وحطه قريب بس المايك ابغى اقول كلمه واروح طيب ايوه تفضل يعطيكم العافيه مبارك السخيل لست قائد النسخه بل شاعر يمين يسار صح اما قائد لو تعوره طيب خلاص عاد انا متسابق لانه متسابق ولا يبغى مبارك السخيل يصير قائد عليه وابسط حق بالحقوقه يا اخي انت يا سلطان السمي وانا متسابق وانت متسابق تجي تتصدر علي لا يا اخوي ما انت بقائد تقعد على عمرك بس ما حط محمد والله ما حط نايف الاكلبي علي خلاص هذا مبدا انت مبدا عندي انا وياك إيوة. ما نحط نايف الاكلبي ما عندي مشكله لا ولا نحط نايف الاكلبي نايف الاكلبي مش يسوي احنا نصدر القائد صح يروح يسلم على محمد راح يقول هو القائد جماعه احترموه تخبطات لا صحه لما ذكر طيب ما ادري وش اقول الصراحه والله ما تدري وش تقول لنهايه ليت ما قبل اقول شوف 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 يسلمون على بعض ويصفقوا البعض سالم عدي فؤاد شكرا انت انت ضبطتني شوف ضبطتني قلت لي سويت يسلمون على بعض ابد ممتاز يستاهل لا ابد تدري ليه معزز لك طبيعي تدري ليه قائد النسخة خلنا نقول إنه قائد جيش قائد الجيش لا يقابل جيش أقوى منه راح مبارك السخيل وقابل مهاب أي والله العظيم إنه شيلها في جنبي ودخلت تكلم عصطوانة ليتك ما قمت طيب قبل ما نختم أبو حمود فضل الصدقة لو دقيقة من وقتك الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أول شيء الصدقة لا نغفل ولا تغفلون عن فضلها عند الله سبحانه وتعالى الدليل إذا مات ابن آدم انقطع منه إلا من ثلاث صدقة جارية أو ابن يدعو له أو علم ينتفع به
صدقها أبوابها كثيرة. جمعية تكامل الصحية جزاها الله خير شاركت في باب معين وهو مريض السرير الأبيض. مريض السرير الأبيض نزع الله منها الصحة وأعطاك الصحة، نزع الله منها الفراغ وأعطاك الفراغ، فاستغل فراغك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد حديثه من معناه، نعمتان مغبنتان عند ابن آدم، الصحة والفراغ. نزعها الله من هذا ابن آدم المريض وأعطاك إياها. يا أخي تصدق، ترى صدقة ما هي مبلغ معين، والله ما هي مبلغ معين، قد المبلغ الزهيد هذا الذي تشوفه في عين كل شيء قد يكون حجاب لك من النار. الرسول صلى الله عليه وسلم أحد الحديث يقول بمعناه اتقوا النار ولو بشق تمرة، شق تمرة يمكن تكون حاجز، ولا تحقرن من المعروف شيء، ممكن تتصدق بشيء تطلب الله في أمر لك سنين ولا يقضيها إلا هذه الصدقة. اصدق مع الله سبحانه وتعالى بصدقه وتراكم أنتم الأحوج لها ليس المتصدق عليه. أسأل الله العظيم أن الله يعيننا وإياكم الفعل الخير وأن الله يقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم أمين. الله يجزاك خير أبو حمود. طيب نسحب من التاج يا جماعة، يا جماعة سريع سريع أبو مناحي. طيب أو بسحب أنا. يلا يا أبو حمود اللي طيب. واحد يقول لي يا أخواني الله يجزاكم خير، مراجل 64. خلني أنزل تحت كذا شوي. ثم واحد يقول لي يا أخواني جزاكم الله خير، يقول لي وقف. يلا وقف. تروح المتعب أبو الرقعان من أماندا، تفضل يا أخوان. أول ما يحتاج تثبت أنت محل ثقة. لا يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يجر الشيطان مجرى الدم. يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي مع زوجته، كان يمشي مع زوجته قال إنها زوجتي. خلنا نقطع الشك باليقين يا أخي. خله يجري في عروقهم لين يفحم. خله والله ما وريهم. الله بكيفهم صدقوهم. ألستم تقولون قبل شيء إن الجمهور ذكي؟ يا حبيبي ذكي نعم، ما يحتاج إني أبدأ أعطوهم شفهم. لا لا ما يحتاج إني أبدأ. أوكي يا متعب، أوكي يا متعب، ولا تقول وقف، ولا تقول وقف، ولا تقول وقف. يلا ولا تقول وقف، هذا إعلان ما إحنا بقايدين. يلا ريان الساهري من مين؟ ثاني 100 نقطة اف دي مدري طيب. مشط دي مشط حلو، من مشط دي ل هذا معناها مشط دي تدري معناها مشط راس القائد النسخة. قائد النسخة ابو صنادح ماله. طيب ابو الثالث انا عندي انا جاهز يلا. بحكم ان ابو عنزي يعني باقي من افنان لسلطان للدندون سلطان تغيب للدندون للدندون نعم دندون هذه النسخه سلطان تغيب من افنان الدندون والدرع. طيب يلا عندي 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 يا لعبنا فيهم بالالقاب. لا ما لعبنا. عندي عندي نعطي كل ذو حق حق. نعم نلقب كلهم يطلعون ملقبين. وش اسمه؟ دندون. حلو. برنامج مراجل سلطان تغيب الدندون. الفؤاد بن عبد الله بن سعيد الحصانة من غيد الشهري. أطرق من الفؤاد. والله كاتبة لي فؤاد بن عبد الله بن سعيد الحصانة. ما عاد بقرا رقم البطاقة. غيد الشهري. رابع 100 الفؤاد بن عبد الله. وصلنا إلى نهاية فقرتنا خذ العلم في مراجل 64. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة. نتمنى أن قدمنا مادة دسمة تليق بكم وتليق بالشاشة وبهذه القناة الجميلة.